أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الذي يوجب علي أن أحمل راية الحسين؟ هل الحسين راية؟ نعم، الحسين راية جميع الأنبياء، لأن الحسين هو وارث جميع الأنبياء. فماذا ورثهم؟ حينما تقف أمام ضريح الحسين تقول له: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. فيماذا ورث الحسين الأنبياء؟ ورثهم في كمال الدين، ورثهم في حمل راية التوحيد، ورثهم في حمل راية الالتزام بالقيم والمثل التي جاء بها الأنبياء، وورثهم في مصائبهم. كل مصيبة نزلت على أي نبي من هؤلاء الذين ذكرناهم هي أيضا أصابت الحسين. فإذا كان مثلا أن آدم سلام الله عليه واجه إبليس، وإبليس هو الذي كان يقاوم آدم ورسالته، وكان آدم خليفة الله، فالحسين أيضا كان خليفة الله. الحسين كان هو الذي حمل الدين الحقيقي لجميع الناس. والحسين أيضا تعرض لما تعرض له آدم، قتل ولده على يد قابيل، والحسين قتل ليس ولد واحد من أولاده، إنما أكثر ولده ما عدا واحد. الحسين ورث من نوح أنه واجه أكثرية الناس الذين كفروا بالله، وواجه الحسين أكثرية الذين كانوا يحملون شعار الدين ولكنهم كانوا ضد الدين. الحسين ورث الأنبياء في مصائبهم، هددوه ثم حاصروه ثم جوعوه ثم عطشوه ثم قتلوه وحزوا رأسه ورؤوس أصحابه. الحسين وارث الأنبياء جميعا، والإيمان بالحسين يعني الإيمان بالأنبياء جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.